أهلا وسهلا فيكم من جديد. هالمرة راح نحكي عن إشارات السينيالي لديفياتو وبعض الأسئلة اللي بتجي عليهم. طبعا إحنا ما أخذنا كل الإشارات، أخذنا بعضهم بالفيديو السابق، وأنا بنصح قبل ما نبدأ بهذا الفيديو الشخص اللي ما مر، يعني إذا ما مريت على الفيديو اللي قبله مر عليه، ولحتى ترجع مرة ثانية لهون وتشوف الأسئلة اللي تابع لهذاك الدرس. طبعا أنا هحط كمان اللينك تبع الفيديو السابق بنهاية هذا الفيديو. طيب إحنا شو عندنا هون؟ سينيالي أو سينيالي دي ديفياتو دي ترانزيتو، طبعا هاي أول إشارة موجودة عندنا بإشارات الديفياتو اللي هن المنع. طبعا بشكل عام خلينا نحكي عليها قبل ما نبدأ، إنه هاي الإشارة بتمنع على جميع أنواع العربات اللي فيها الكهربائية واللي فيها محركات أو من دون محركات إنها تمر من هذا الشارع. هاي الإشارة بتتواجد على جانبي الطريق من أوله ومن آخره، ممنوع الدخول فيه من كلا الجانبين. ممكن يكون إلى وقت محدد، مثلا بيقول لك من الساعة 8 للساعة 20 ممنوع تدخل، معناها فيك تدخل بعدها، بس خلال وقت المنع ممنوع يدخل أي شيء لهذا الشارع إلا المشاة بيدوني. البيدوني المشاة الوحيدين اللي بحق لهم يدخلوا من هذا الشارع. خلينا نشوف. طيب الأسئلة: السينيالي رافيغوراتو فيتا لا تشيركولازيوني أي تشيكلوموتوري. إذا هاي الإشارة تمنع دخول الدراجات النارية. تشيكلوموتوري طبعا في نوعين من الدراجات النارية، الموتوتشيكلو والتشيكلوموتوري. طبعا الموتوتشيكلو استطاعته أكبر من التشيكلوموتوري، بيجي هو موتوسيكل أو ميتور أكبر بكتير من التشيكلوموتوري. طبعا الاثنين ممنوع يدخلوا. فإذا السينيالي رافيغوراتو فيتا لا تشيركولازيوني أي تشيكلوموتوري، vero، تمنع دخوله. Il segnale raffigurato, se barrato in rosso, indica la fine del divieto. يعني هاي الإشارة إذا عليها خط أسود هيك مقطعي، معناها إنه هاي نهاية المنع، ما في شيء له علاقة بالنسبة لهاي الإشارة بإنه تحط لها خط تقول هون انتهى، لأن يعني هي بتيجي بمنطقة واحدة واقفة ما في غيرها. فإذا فالصو. السينيالي رافيغوراتو إيه un segnale di pericolo. هلا هي سينيالي di pericolo ولا di vieto؟ di vieto. فإذا فالصو. Il segnale raffigurato vieta la circolazione ai quattro cicli a motore. هذول الدراجات النارية الرباعية العجلات. فإذا تمنعها. vieta. vero. Il segnale raffigurato consente il transito alle autovetture con motore elettrico. هاي الإشارة تسمح بدخول المركبات التي لديها محرك كهربائي. طبعا فالص، أي نوع من العربات ممنوع تدخل، فالص. طيب il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli. هاي الإشارة تمنع دخول كل العربات. vero. il segnale raffigurato non consente l'ingresso ma solo l'uscita della strada. شفتوا لي كلمة solo؟ كل شيء solo unicamente. هذول الكلمات اللي حصري حصري فقط بيجي أغلبهم فالصو. خلينا نتأكد. السينيالي رافيغوراتو نون كونسنتي لينغريسو، لا يسمح بالدخول، ما سولو لوشيتا ديلا سترادا، فقط الخروج من هذا الشارع. هذا ما بيسمح لا بالدخول ولا بالخروج. أصلا إذا مسموح ممنوع الدخول كيف بدك تخرج؟ فإذا فالصو. Il segnale raffigurato è posto su entrambi gli accessi della strada. هاي الإشارة ملاقية بالجانبين الطريق، يعني من أوله ومن آخره، من أوله ومن آخره. vero.
Il segnale raffigurato consente il transito ai pedoni. Hadi segnale tesmah bi عبور المشاة، الترانزيتو أي بيدوني غيره، تسمح بعبور المشاة فقط. السينيال رافيغوراتو فييتا الترانزيتو أي أوتوكاري، تمنع عبور الأوتوكاري اللي هن الكاميون والعربات الثقيلة غيره. إذا السينيال رافيغوراتو può avere validità limitata nel tempo, يعني هاي الإشارة ممكن يكون إلى وقت محدد فعال فيه. Indica in un pannello integrativo, يكون في تحته هون pannello integrativo تحت الإشارة تماما. فإذا هاي غيره، نحن حكينا إنه ممكن يكون إلى وقت معين ممنوع فيه الدخول والوقت آخر مسموح فيه. فإذا غيره. Il segnale raffigurato indica che la circolazione è a senso unico. E la CAI diciamo, è che il lavoro di shekel senso unico li vuoi di già wahi. Hai ma non aslan tu tuoi fakir con il meshi di già wahi, فإذا falso. Il segnale raffigurato vieta la circolazione nei due sensi. هاي الإشارة تمنع العبور من كلا الجانبين للطريق الذهاب والعودة غيره. Il segnale raffigurato consente il transito alle biciclette, يسمح عبور الدراجات الهوائية. Falso. Il segnale raffigurato vieta il transito, leggo il kelme, unicamente ai veicoli a motore. يعني تمنع دخول حصريا فقط اي veicoli a motore. يعني تمنع عبور فقط الدراجات المزودة او العربات المزودة بمحرك. طبعا فاصل. حتى اللي من دون محرك، حتى اللي بالمحرك إلكتريكو اللي بدك إياه ممنوع يدخل. Il segnale raffigurato consente di norma, تسمح بالقانون di entrare nella strada per effettuare la sosta e le operazioni di carico-scarico. طبعا هاي ما لازم نتخربط فيها. ممنوع الدخول يعني ممنوع الدخول. هون عم نقول تسمح بالقانون بإنتراري من الاسترادا بدخول الشارع من أجل الوقوف صف السيارة تتركها إلي أوبراتيوني وعمليات كاريكو إيس كاريكو تحميل وتنزيل. يعني مثلا في بعض المحلات ممكن بدها تنزل بضاعة أو كذا بالمنطقة. طبعا فالصو ممنوع. Il segnale raffigurato è un divieto di transito. È il segnale ممنوع العبور. طبعا ليك هون فوق اسمها divieto di transito مثل ما اتفقنا. فإذا غيره. نتأكد من الأجوبة. أجوبتنا صحيحة. وبنرجع لكم إن شاء الله بالأقسام الأخرى بعمليات أخرى لباقي الإشارات.